قضية أيها الأفاضل، سئمنا والله سئمنا من وراء الصليب مع الإله. أنا لا أقبل أبدا وأنا أطلق هذا بالحكمة، لا أقبل وأنا أؤصل الآن للعقلاء أن يكونوا حكماء أن يرفع الصليب مع الهلال، لا أقبل هذا. أنا لا أريد صليبا ولا أريد هلالا أصلا. لن تحل الأزمة بلقاء الشيخ مع القسيس ويرفع كل واحد منهما يده ويد الآخر والتصور كما رأى في الإعلام ويقول لك الدين لله الوطن الجميع كلنا انتهت القضية وانحلت المشكلة والقلوب فيها ما فيها والجهد فيه ما فيه من عبد ونتن. الأمر يحتاج إلى صدق وبصراحة وبوضوح بعيدا عن دبلوماسية الحوار، بعيدا عن ما يسمى بالإتيكيت الفكري. فليجلس القادة من الكنيسة والقادة من المؤسسة الدينية الرسمية وغير الرسميين في مجلس صريح صادق واضح ليخرج كل فريق ما يحمله في صدره وفي نفسه وفي قلبه، ولا مجاملة لا مجاملة. ثم تحسب هذه القضية بالحق والعدل. لأن الحق يا أنا لي حقوق وعلي واجبات، والقبط له حقوق وعلي واجبات، اطرح ما عندك وأنا اطرح ما عندي، لكن بلا مجاملات. لا يجوز أبدا للمسؤولين أن يرتقوا، مش عشان احتكاك هنا وقطع طريق هناك واعتصام هنا واعتصام هنالك، ضرب هذا لا يمكن أن يحل أزمة ولا يمكن أن يحل إشكالا، وإنما العدل والحق بين محبوبين بين مجاملة. نحن كمسلمين لا نقبل الظلم أبدا للأطفال ولا المسلمين المظلومين من أصحاب الحقوق. لا يصبح